هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لشركة سكاتيك النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح غرب سوهاج باستثمارات خمسة مليارات دولار وفقا لهذه الاتفاقية ستنتج محطة طاقة الرياح المقرر إنشاؤها في غرب سوهاج خمسة جيجاوات من الكهرباء سنويا ويسهم هذا المشروع في تحقيق هدف في مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 وسوف يوفر المشروع ايضا نحو 8000 فرصة عمل خلال فترة الاعمال الانشائية فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.